بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد، تحدثت في درس سابق عن حقيقة سوء الحظ وذكرت أن المعصية تجلب الحظ السيء يعني عدم التوفيق الإلهي وأن الطاعة والتقوى تجلب الحظ الحسن ثم بعد ذلك أوردت الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فوجدت في التعليقات ان هناك سؤال تكرر. السؤال يقول: اذا لماذا نرى بعض الفجار والكفار اثرياء ورزقهم كبير وواسع جدا في المال وانا تقي واصلي واصوم ومع ذلك رزقي محدود. هذه النظريه ليست على اطلاقها هناك كثير من الدول الكافره بالله يغزوها الفقر ويكتسحها اكتساحا مثلما عندنا نحن اهل الاسلام دول غنيه ودول فقيره كذلك عند الغير مسلمين هناك دول فقيره ودول غنيه بدايه من قال لكم ان كثره المال والجمال علامه من علامات حب الله للعبد؟ القرآن الكريم في أكثر من آية، آيات كثيرة ينفي وينقض هذا التصور وهذا الميزان الخاطئ. اسمعوا إلى كلام ربنا جل وعلا، وهو سبحانه يصف فئة من الكفار والفساق بأنهم أصحاب أموال وأولاد، يعني من المترفين. فيقول سبحانه وتعالى: "وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا" وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا هذا هو الميزان الايمان والعمل الصالح ايه ثانيه يقول جل من قائل ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار يعني الله أثبت أن لهم أموال ولهم أولاد مع ذلك في النهاية هم وقود النار هم في النار ويقول سبحانه في سورة التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون والحديث النبوي المعروف ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وفي لفظ ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الصوره الجمال القوام الثراء الاموال الفخامه في السياره في الملبس وفي المسكن لا قيمه لها عند الله القيمة الوحيدة الحقيقية هي التقوى، الإيمان، والعمل الصالح. المشكلة أننا نرى الدنيا بنظرة فخامة ونظرة يعني شيء كما ورد في الحديث: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء" أنتم عارفين يعني إيش جناح بعوضة؟ يعني ولا شيء عند الله يعني ليأخذوا ما يأخذه وليبنوا ما يبنوا هم في النهايه يبنون مستعمرات على جناح بعوضه. سبحان الله احيانا عندما اكون في الطائره وانظر الى المباني من الاعلى فاراها مثل الرمل مثل حبات الرمل من صغرها وحقارتها فأتعجب اقول يعني عجبا هذه الحبيبات هذه الذرات الهباءات هي التي يقتتل عليها الناس ويبيعون دينهم واخرتهم ورضا ربهم من اجل هذا يبيع الانسان دينه من اجل هذه الدنيا يعني الحقيره ما سمي الدنيا الا لدناءتها مكاننا في الاعلى مكاننا في الاحلى في السماء وباذن الواحد الاحد سنعود الى مكاننا الاصلي جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا الدنيا لا تساوي عند الله شيء ولكن الانسان الذي يتقي فتن هذه الدنيا تخيل ان له قيمه كبيره عظيمه عند الله الصحابي الكريم سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن الله اكبر. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس يعني النبي كان جنبه رجل من الصحابه جالس فقال النبي له: ما رايك في هذا؟ الذي يمشي مره امامهم فقال يعني يا رسول الله رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطبه ان ينكح وان شفعه ان يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل اخر فقال له رسول الله ما رايك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان خطبه الا أن ينكح وان شفعه الا يشفع. وان قال الا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا يعني هذا الفقير عند الله خير من ملء الارض مثل هذا المترف الثري الله اكبر انظروا سبحان الله اختلاف الموازين عند الله فان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنه قبل اغنيائهم باربعين خريفه يعني اربعين سنه صحيح الترمذي وبلا شك ان المسلم التقي الثري يسبق ويتجاوز الفقراء في دخول الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام: لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. جلست مع احد الاثرياء سابقا قديما، وتحدث لي بأريحيه، فقال: والله انا بقايا انسان. فتعجبت سبحان الله يعني هذا الانسان الثري الذي يملك يعني الملايين يقول انا بقايا انسان يقول حياتي ليست لي حياتي ليست لي من اول ما استيقظ الى ان انا وانا في المراجعات وفي الاشغال وفي الشركات وفي 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 وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ومن اصبح وهمه الله جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه او كما قال عليه الصلاه والسلام فرق كبير بين من يستيقظ وهو من جرف وراء هذه الدنيا مقدما لهذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى وبين من يستيقظ وهمه الاول رضا الله همه الاول مرضاه رب العالمين راينا كثيرا من الاثرياء والمشاهير ينتحرون عجبا لذلك دائما ينبه العلماء والعارفون بالله والصالحون ان السعاده ليست في المال الرزق ليس محصورا في المال من الذي اوجد السعاده السعاده خزائنها عند الله بالوانها وانواعها ومشاربها ونكهاتها يبسطها وينشرها على من يشاء من عباده لذلك تجد الاتقياء الانقياء اهل الله اهل المساجد اهل الحلال وهو في بيته المتواضع في وسط اسرته الجميله المباركه يبسط الله عليه من السعاده في صدره ما يسعى له الخلائق اجمعين ما يقتتل من اجله ليل نهار البشر وهو في بيته يمده الله الجميل المجيب الجليل بمواهب السعاده والفرح لذلك قالوا هذه المقاله اهل الله لو ان الملوك وابناء الملوك يعلمون ما نحن به من سعاده لقاتلون عليها بالسيوف والدليل قوله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة لا يستوي أبدا من كانت حياته مع الله ولله والله هو الأول في حياته مع من كانت حياته الدنيا نأتي الآن إلى مسألة في غاية الأهمية هي مسألة مفهوم الرزق والإشكالية الكبيرة التي يقع فيها عامة المسلمين. إذا قيل رزق مباشرة يذهب الفكر إلى المال. الرزق يا أخوة يا أخوات يشمل المال وانشراح الصدر والنور في القلب. الرزق يشمل الأمان والسعادة والذرية الطيبة المباركة. ممكن ولد واحد عاق يفسد عليك حياتك. يفسد عليك معيشتك. هناك اثرياء يعانون من الضنك والضيق ولا يملكون انشراح الصدر والله يحدثني احد الثقات ان هناك شخص من كبار الاثرياء لا يستطيع ان ينام الا بحبوب ياخذها من الطب النفسي فانشراح الصدر نعمه والامان نعمه والاستقرار والسكينه لا تقدر بثمن فالرزق اوسع من المال الاخلاق رزق يا اخي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا من احب فان كنت من المؤمنين فاحمد الله حمدا كثيرا عظيما مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض قال الشيخ الشعراوي ما يحدث الان في العالم يثبت ان المال هو اقل درجات الرزق وان الصحه وراحه البال من اعلى درجات الرزق ويقول في موضع اخر المال هو ادنى درجات الرزق والعافيه هي اعلى درجات الرزق وصلاح الابناء هو افضل الرزق ورضا رب العالمين هو تمام الرزق انتهى كلامه رحمه الله قال احد الصالحين رغم صعوبه الحياه الا ان للحلال نكهه خاصه فحصر الرزق بالمال فقط هو من الجهل وانطفاء البصيره نظره اخرى الى المال هل المال فتنه الحقيقه ان المال فتنه خصوصا اذا زاد وصار فائضا ثراء فليس كل احد تأتيه الاموال يستطيع ان يلتزم بالاستقامه مع الله. ليس كل احد. موجود ولا ننفي الخير، الخير في امتي الى يوم القيامه. هناك رموز للاعمال الخيريه من امه محمد في العالم الاسلامي الان. ولكن انا اتحدث عن الغالب. بعض الناس اتتهم الاموال وتكبروا. والعياذ بالله الكبر هذا من كبائر الذنوب الكبر لله وحده من تكبر في الأرض أذله الله وجعله يوم القيامة مثل الذر مثل النمل تطأه الناس بأقدامهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني هذا أول مصيبة يقع فيها صاحب الأموال الطائلة لا يرى الناس شيء يحتقرهم يستصغرهم أمامه, أمامه ثرائه وجاهه ووجاهته. لذلك الله جل وعلا إذا أحب عبداً حماه من الدنيا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وهذا مصداقاً لقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله هو الأعلم بكل إنسان وما يصلح له رأينا بعض الشباب أول ما تخرج من الجامعة وتوظف ذهب وأخذ قرضا ربويا وسافر به إلى بلاد الغرب ليمارس الفاحشة الزنا وشرب الخمر فكان المال عليه هذا يعني سخط و عذاب وغضب هنا المقياس ان كنت من الصالحين فتامل خير من الصالحين من التوابين الذين اذا اخطات تتوب مباشره اواب رجاع الى الله سبحانه وتعالى فابشر بالخير وان كنت من هذه الفئه الاخرى ورايت ان الابواب تفتح لك وتبسط لك الاموال فانتبه واحذر فهذا يسمونه استدراج فالخبيث له رزق خبيث البعض تاجر بالحرام ويربح من هذا الحرام وتزيد ارباحه وتتوسع هذه الشركات ولكن اعلم كما ان هناك بنيان في درجات الجنه هناك بنيان في دركات الجحيم في دركات النار اذا رايت انسانا يغوص في الحرام فاعلم أنه يغوص في الجحيم أن بنيانه في الجحيم فاحمد الله على العافية وانظر بهذه البصيرة وهذه الحقيقة التي لا غبار عليها وقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون هناك إنسان مخير وأن يدخل هذا الإنسان الاختبار الدنيا، وبمقتضى هذه الحرية، حرية الاختيار التي أعطاها الله للبشر بين الخير والشر، تكونت عندنا مملكتين، مملكة الخير ومملكة الشر. مملكة الشر لها رؤساء ووزراء وأثرياء، جيوش، عتاد، أنصار، أموال. وكذلك مملكة الخير اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن الينا المصير الى الله المصير وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء المساله خطيره والناس مفتونه ومسحوبه ومسحوره بهذه الدنيا لا ترى الحقيقه انها الغفله لان اخرج من هذه الدنيا نظيفا طاهرا متقللا والله خير لي من ان اخرج منها وانا محمل بالاوزار والاثام والاثقال والشبهات قال عليه الصلاه والسلام قد افلح من اسلم ورزقه كفافه وقنعه الله بما اتاه رواه مسلم محمد صلى الله عليه وسلم اتقى البشر الله عز وجل جعله ايه في الزهد وزوى عنه الدنيا ولو شاء الله لاجرى له الجبال ذهبا وفضه في الحديث الصحيح وكلكم يعرف هذا الحديث ان الله عز وجل خير النبي بين ان يكون ملكا رسولا او عبدا رسولا عن ابي هريره رضي الله عنه قال جلس جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى السماء فاذا ملك ينزل فقال له جبريل يعني لمحمد هذا الملك ما نزل منذ خلقه قبل الساعه يعني اول مره ينزل على كوكب الارض منذ ان خلقه الله فلما نزل قال يا محمد ارسلني اليك ربك املكا اجعلك ام عبدا رسولا قال له جبريل تواضع لربك يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا رواه احمد طبعا بلا شك الدين الاسلامي لا يحث على الضعف والدعه لا ابدا بالعكس الدين الاسلامي يحثنا على ان نكون من اقوى الامم سواء في التجاره او في الصناعه او في القوه الله سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ولكن المعنى والمقصد ان تكون هذه الدنيا وهذه الاموال بيدك وليست في قلبك لا تخزن المال وتبذل من اجله كل حياتك لا تضيع دينك وصلواتك وايمانك المفهوم الصحيح ان تسعى لكسب المال ولكن من غير ان تنشغل عن الله ان تربح المال من غير الدخول في الحرام والشبهات. هذا من الاختبار. قال سبحانه وتعالى: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. الله سبحانه اباح لنا جمع الاموال ولكن أن ننظر إلى المنعم ونؤدي حق الخالق جل وعلا من العبادة والإحسان والأعمال الصالحة. فأنت لن تكون تقيا، لن تنال مسمى تقي، رتبة تقي إلا إذا مرت عليك اختبارات ونجحت في هذه الاختبارات. فهنا تتحقق لك الوعود الإلهية للأتقياء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالكل مبتلى. الثري مبتلى بثرائه. والفقير مبتلى بفقره إن حقق الفقير التقوى صعد وإن حقق الثري التقوى كذلك صعد لكن صعد سعود ليس المال فقط أنواع الأرزاق الأخرى التي ذكرناها سابقا ومنها المال فالكل إن حقق التقوى ارتفع وارتقى وهذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد وأعظم عطاء وأعظم رزق واعظم هبه من الله سبحانه وتعالى هي الشعور بالمعيه الالهيه والحب الالهي والقرب الالهي. لا تعدلها اي راحه ولا اي فرحه ولا اي سعاده. سبحان الله من يصل الى هذه المرحله لا يخاف من الموت. لا يخاف من كوارث الحياه. لا يخاف من المستقبل. ينام مطمئن قرير العين. ينام وهو في امان الله وهو في معيه الله. هذه التي يسمونها السكينه. هناك تقوى ابشر بالخير واطمئن ولا خوف عليك ولا تحزن. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الله اكبر اسالوا اسالوا اهل الايمان عن حياتهم. يؤتى بانعم اهل الدنيا يوم القيامه. الذي يعني أخذ الدنيا طولها بعرضها ما ترك شيء إلا استمتع به فيغمس في النار غمسة فيقول الله له عبدي أذقت نعيما قط فيقول لا وبعزتك يا رب ما ذقت نعيما قط غمسة وحدة أنهت كل نعيمة أحرقت كل نعيمة ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقول الله له عبدي أذقت بؤسا قط فيقول لا وبعزتك يا رب ما ذقت بؤسا قط غمسة واحدة في الجنة نست كل متاعب آلامة وهمومة وأحزانة كل شيء راح هناك أناس ينزل عليهم الغضب في الدنيا لحكمة الله يعلمها وهناك أناس يمدهم الله سبحانه وتعالى في الطغيان حتى إذا قبضهم سبحانه وتعالى لم يفلتهم كل شيء واقع تحت الحكم الإلهية العظيمة التي تحيط بكل مخلوق على وجه الأرض تحيط بموازين الكون من أصغر درة هي في إحاطة الله إلى أكبر مجرة لو اختل منها شيء واحد لتلاشى هذا الكون فنحن تحت تدبير وقدره وعلم احكم الحاكمين جل جلاله وتقدست اسماؤه علمنا بالنسبه لعلم الله كقطره ماء من بحر نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يثبتنا في هذا الاختبار وان يلبسنا لباس التقوى ونشرح صدورنا وينير قلوبنا وان يعطينا الاراده القويه والثقه واليقين بالله جل وعلا والحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين